كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الموضوع اللي كيجوني عليه بزاف الاسئله. بزاف كيقول لي كيفاش نصايبو سي في كون بروفيسيونيل، كيفاش نصايبو دوموند دو ستاج، كيفاش نصايبو دوموند دومبلوا، اولا كيف كنقولوا لاتر دو موتيفاسيون. مهم بزاف هذا السؤال كيجيني، عفكورينا كيفاش نديرو، باغي ندفعو سواء باغي ندفعو دوموند ستاج سواء على خدمه، يعني بزاف الحوايج. فهادشي اللي غنشارك معكم اليوم في هذا الفيديو، كيفاش كنصايب السيفي ديالي، كيفاش كنصايب دوموند. غنعطيكم في الاخر ديال الفيديو غنوريكم لي زيكزامبل اللي عندي، وغادي نوريكم اولا وغادي نخلي لكم حتى اكزامبل اللي غيكون مكتوب بحال هكا الا بغيتو تاخذوا منه فكره باش هكا حتى نتوما تكتبوه. هادشي اللي غنشوفوا اليوم في هذا الفيديو. كنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، وكنتمنى ان يفيدكم. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش من اللايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم زوينه اللي كتفرحني بزاف. ولكن كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وما تنساوش انكم تدخلوا على ديال انستغرام ديالي وتيك توك، ديما كنخلي لكم لليان ديالهم في صندوق الوصف. فكما قلت لكم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اول حاجه غادي نشوفوا دابا هي كيفاش تصايبوا سيفي. اول حاجه سيفي كاين سيفي انك تصايب سير الداتشي ديالك تصايبها عاديه، وهذا الشيء مابقاش دابا لا كتصايبها بروفيسيونيل. اول حاجه كاين اللي كيمشي كيشد لي هذوك لي دوني ديالو داكشي كيكتبهم، وكيمشي كيشد بيستو كيمشي الوورد وكيبدا يكتب عادي، وكيمشي سكاني الصوره ديالو فعند سيبر او لا مكتبه. دابا ولاو المكتبات هما اللي كتلقى عندهم سكان وكلشي، كيسكاني داك الصور ديالو كيجي كيحطها، وكيجي السيفي ديالو ابيض يعني هكاك سامبل كتبه هكاك مكتوبه وتصويره. يعني هاد الموديل هذا راه ما بقاش، وعاد زيدو ان فاش كتمشي انت كتحط واحد السيفي ديالك راه ما كاينش غير انت بوحدك ولا انت بوحدك، راه بزاف الناس اللي كيجيو ديبوزيو السيفي ديالهم. دونك خاصك على الاقل داك السيفي ديالك بعدا يمشي مقاد مزيان وما يمشيش مكمش، اولا فيه واحد ليطاش ديال المرقه ولا طبعه، ولا يعني راه كيردوا البال هاد الحوايج. واش واحد السيفي ديالو هو يعني هما فاش كيشوفوه راه ما كيعرفوكش انت كشخص ولا انت كشخص، راه اول حاجه كيشوفوها هي السيفي، هي ديك التصويره بعدا المحطوطه، هو السيفي كيفاش داير، واش نقي، واش مكمش، كيفاش جايبه. راه كياخذوا عليكم واحد الفكره عليكم نتوما كيفاش دايرين. يعني شحال واحد كيمشي يدي السيفي ديالو هكاك مطاشي بالماكله ولا شي حاجه، فكيبقى يشوفه واش هذا شو السيفي ديالو ما مهلاش فيه، كيفاش غتكون خدمته. يعني بحال هكا تعطيو فكره عليكم. ضروري السيفي ديالكم بعدا ديروه ملي تصايبوه ديروه في واحد بوشيت لي شكون هذاك ديال البلاستيك باش يبقى هكا مسرح، تبقى لاباج مقاده ما فيهاش كماش حتى شي حاجه، وتحافظوا عليها باش ما تكمش ما طاشاش وبزاف الحوايج، ويبقى داك السيفي كيبان جديد بحال ملي يلاه كاش امبريمي وكتخرجوا. كيف ما قلت لكم هذا كاين اللي كيصايب، كاين اللي اش كيدير كيصايب هذاك السيفي نيت اللي كيكون سامبل وهكا مكتوب عشوائيا وهكا غير ابيض وكحل، وكيمشي ملي كي امبريمي كيزيد يكملها، كيمشي امبريمي ماشي حتى كولور، كي امبريمي بيض وكحل. يعني حتى التصويره ديالو كتخرج فيها هكاك بيض وكحل ما كيبانش هو مزيان، او لا كاين اللي كيمشي كيختار شي تصويره ما عرفتش كيفاش داير، يعني ما زوينه ما حتى شي حاجه، وكيجي كيقول صافي غنديرها غير في السيفي ونخليها. لا ما ديروش هاد الاغلاط، راه هادشي راه كيردوا ليه البال. اول حاجه الا ما عندكمش تصويره زوينه غتمشي عند الصور وغادي تصور تصاور بحال جلد، كيف كنقولوا بحال جلد دخول مدرسه، دوك التصاور العاديين غادي تصور تصويره شكون لابس مزيان، شكون مقاد حالتك، وتصور ديك التصويره وهي اللي غادي تحط في السيفي. يعني ملي تصور عن صور نقول ليه عافاك انا نشوف التصويره كيف جات، الا ما عجبتنيش بو انا باقي عنده نقول ليه لا عاود صورني، حيت راه كما قلت لكم راه هذاك هو الانطباع الاول. هذه الكلمه كنقلب عليها، هذا هو الانطباع الاول اللي كياخذوا عليك من السيفي ديالك. يعني ما عجبتنيش التصويره نقول ليه بدل لي هذيك لا فوتو، وحتى نتصور التصويره اللي غنشوف شكون عجباني وغادي نخرجها، تقولي صافي هادو خرجهم ليا. تاخذ هذيك التصويره وغادي تمشي للمكتبه، اولا يعني على حسب نتوما شكون اللي عندكم في الحي ديالكم عنده سكان، وغادي تسكاني ديك التصويره وغديرها في كلي. هذه اول حاجه، بعدا تبقى عندك هاي التصويره عندك. كما قلت لكم كاين اللي كيعرف كيفاش يصايب سيفي وداك الشيء، وكاينين دابا لي سيت اللي ولاو هما اصلا كتدخل لهم كتشوف لي موديل ديال السيفي اللي كيكون اصلا سيفي مصايب مقاد، يعني سيفي بروفيسيونيل، انت كتشوف الموديل وكتصيب عليه.
فانا في شحال هذه كنت مصايبه واحد الموديل، انا غادي نخلي لكم الصور ديالو هنا، هو اللي كنت دايره. مؤخرا دابا صيبت واحد اخر. بزاف كيقولي كيفاش كتصايبيه، كنت كنمشي شحال هادي يعني الصراحه كنت كنمشي عند سيبر او لا مكتبه حدانا، هو اللي كيصايب لك السيفي وداكشي. كنشاد واحد الورقه عندي في الدار وكنبقى نكتب الفورماسيون اللي دايره، وامتى عام اي نعم خديت الدبلوم واش من فورماسيون عندي، وهذا ولا ستاج ديالي ولا اكسبيريونس بروفيسيونيل، وهذا واش من لا لونغ عندي، وهادي وهادي، وكنكتب داكشي كامل، نمره التليفون لادريس والجيميل، المهم داكشي كامل، وكنديه ليه كنخليه ليه، كيقولك صافي حتى ترجع. فاش كترجعي ما كتلقايش داكشي اللي غادي يرضيك، كتلقاي دار لك هو داكشي اللي هو عاجبه. اغلبيه الاحيان ما كتكونوش مقتنعين بداكشي اللي صايب ليكم، هذه حاجه. اولا كتبقاو واقفين عليه، كتبقاو واقفين عليه وهذا كيبدا يدير. المشكل الاخر اللي كطيح فيه ملي ماشي انت اللي كتصايب السيفي ديالك، هو كتلقى اغلاط. يعني واحد المره عقل على راسي كنت مشيت لونتروتيان، لدرجه انني انا ملي امبريم عليا هو السيفي صايبو ليا وامبريم عليه، ما رديتش البال. يعني انا شفت هذوك لي زانفورماسيون ديالي وداكشي بانوا ليا هما هادوك. ففاش كنمشي ندوز لونتروتيان، اللي غيدوز لونتروتيان كيقول ليا راه لا غيانيماسيون ما كتكتبش بحال هكا. اشوف فريمون كانت يعني غلط ليا فيها في الكتابه، وما رضيتش وفهمتي الطريقه باش تقالت ليا ديال واش انت انفيرميير ولا غيانيماسيون كتكتب بحال هكا. يعني ما عجبنيش الحال، زائد كان غلط ليا في مثلا في كنت في لارجونس انا تقريبا واش نقول لكم، كانت عندي كان غلط ليا في العدد. المهم ما عقلتش بالضبط كيفاش، ولكن مثلا انا نقول انا لارجون دوزت فيها مده طويله، مثلا نقولوا حنا سيرفيس دوزت فيه 3 موا، هو داير ليا 1 موا غلط ليا فيها، وانا في ذاك الشيء اللي كنت كاتبه ليه كنت كاتبه ليه هذا. المهم كانوا اغلاط بحال هذا اللي انا يعني واخا فيريفيت ما رديتش لهم البال، خصوصا هذيك ديال لا غيانيماسيون انا ما رديتش ليها البال. فجوج مرات طحت في موقف هذا لا غيانيماسيون مكتوبه غلط، وفي مره اخرى في عدد ديال الشهور اللي دوزت 16 غلط ليا في العدد. فتما قلت حبس، ما يمكنش لي انني نبقى نمشي عند واحد ويبقى يدير ليا في الاغلاط، وهذاك السيفي راه كيعبر عليك نتايا كشخص، وهذا وغادي تبقى تحت في مواقف بحال هكا. وليش كنقلب فين غادي نصيب هذا باش نصيبو الراس، باش انني نصيبو صراحه كان عندي مشكل باش انني نجي انا، وخاصك تحط داكشي في بلاصتو هذا. يعني باش تحط اصلا سيفي بروفيسيونيل كانت كتجيني صعيبه انني نتعامل معاه في البيست. بقيت كنقلب كنقلب حتى لقيت واحد السيت اللي هو اصلا كتدخل ليه وكتلقى فيه بزاف ديال لي موديل ديال لي سيفي بروفيسيونيل، وكتختار انت الموديل وكتحط عليه. اشنو كدير؟ ساهل، انا غنخلي لكم هنا كيفاش انكم يعني تخدموا في السيت. كتدخلوا ليه وكيطلعوا لكم بحال هكا لي موديل ديال لي سيفي بزاف، كتبقاو نتوما كتشوفوا كتشوفوا كتشوفوا، كتختاروا نتوما الموديل اللي عجبكم نتوما واللي بغيتو، كل واحد شنو كيعجبو كتمشي كتكليكي عليه وكتدخل. ملي كتدخل لاباج كيبداو يعطيوك ديك الساعه تدخل لي دوني، كتجيك اسهل حاجه. اول حاجه كتكون عندكم كما قلت لكم التصويره ديالكم في الكلي، كتهزوها وكتحطوها تما في البروفيل، ديك التصويره اللي تكونوا ديجا مسكانينها وتحطوها. كتجيو كتبداو تعمروا لو نون ديالكم، البرينو، كديروا نيميرو التليفون ديالكم، لادريس، المهم كيبقى كتبقى هما كاتبين لك كلشي كل خانه وشنو غادي تكتب فيها. اول حاجه ضروري تكونوا نتوما ديجا كاتبين داكشي ديالكم في واحد الورقه باش ما تغلطوش. تجلس تعطي راسك وقت وتكتب شنو الفورماسيون اللي عندك، شنو من عام بالنسبه لي ستاج كيطلبوا منك المده، مثلا من بديتي مثلا من واحد في شهر 9 بديت ستاج، مثلا كتكتب السيرفي، كتكتب لوبيطال اللي دوزتي فيه ستاج، كتكتب السيرفيس، كتكتب من واحد مثلا في شهر 9 حتى مثلا دوزتي فيه شهر حتى واحد في شهر 10 اولا لو 30 مثلا في شهر 9 ولا 31 ولا على حسب الشهر. مهم كتكتب كانت شهرين، كتكتب عاوتاني من الى، كيعطوك ديما من امتى بديتي ستاج حتى امتى ساليتي. كتبقى غادي هكا عاوتاني اكسبيريونس بروفيسيونيل، يعني الا كنتي خدام في شي بلاصه فاش خدمتي فيها تكتب فين خدمتي، وتكتب من امتى بديتي معاهم وامتى ساليتي معاهم. كنتي باقي معاهم راه كيعطوك الخانه اللي كدير فيها كرو انك يعني هذيك البلاصه راه كنتي خدمتي خدام فيها ومازال يعني حاليا راك باقي فيها. عاوتاني كيعطوك كتزيد لا دات ناسونس، كيعطوك تزيد مثلا
لوستاكس ديالك كدير فام ولا ديالك مثلا دير سيليباتير ولا ماريي ولا هادي او هادي. المهم تما كتلقاو كلشي كيف كيبان لكم هنا في لا فيديو، غتلقاو كلشي وغتبقاو نتوما غير كتعمروا، كيجيكم ساهل خصوصا فاش كتكونوا كاتبين داكشي ومنظمين، يا اما كتعمروه من التليفون ديالكم يعني اللي ما عندوش بيسي بلا ما انك تعذب راسك وخصك بيسي باش تخدم سيفي يعني غير من التليفون ديالك، او لا اللي عندك بيسي راه كتخدم في بيسي مريح. المهم على حسب انت فين كترتاح، راه من التليفون كتبدا تعمر داكشي، فاش كتساليه ديك الساعه كدير تيلي شارجي. الحاجه اللي في هذا السيت هو ماشي فابور ولكن ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، راه كيقطعوا لكم 11 درهم. يعني انا مؤخرا غير هاد السيمانه عاودت موديفيت شي حاجه في السيفي ديالي وتيليشارجيتو 11 درهم اللي كتقطع لك، غير هو خاص تكون عندك كارت بونكير انترناسيونال، ولا ما كانتش عندك انت شي واحد من الافراد يعني في داركم او لعائلتك او لصاحبك او لصاحبتك اللي عنده، خصوصا السياج عنده اللي عنده كونت في السياج راه كتكون عنده ديك لا كارت انترناسيونال باش كدير شوبينغ وداكشي كتخلص بها، كتقطع لك 11 درهم. يعني الا ما عندكش انت ما ديرهاش حاجز الا ما عندكش، يعني شوف شي واحد اللي صاحبك ولا اللي كتعرفو عطيه الفلوس، عطيه ديك 11 درهم وقول ليها انت دخل لي لي دوني ديالك هنا وهذا غير باش تخلص داك السيفي، وديك الساعه كيعطوك انك تيليشارجيه بكاليتي زوينه بزاف وكتخرجو، وعندك الحق انك تيليشارجي شحال ما بغيتي منه يعني ماشي غير مره واحده. هذه راه ماشي اشهار للسيت ما حتى شي حاجه، ولكن راه حيت انا كنخدم به ولقيت الحل، وبزاف اللي من شحال هادي وما كانوا كيقولوا لي يعني ملي بديت في القناه شي عافاك كيفاش نصايبوا السيفي وصايبوا الدوموند كيفاش، وانا كنت باقا واحله يعني يا اما كنعطي لهذا يصايب يا اما مضاربه معايا يعني، وداك السيفي اللي يكون بروفيسيونيل وداك يعني باش انني نصايبوا الراس يعني باش نجي انني نفيدكم، ما كنت باقا ما لقيتش الحل. وملي دابا لقيته واستفدت منه وعجبني راه قلت ضروري نشارك معكم حتى نتوما باش اللي بغا هكا يصايبو، اولا ما كيلقاش اللي يعاونو باش يصايبو اولا كيلقى مشكل يحل المشكل ديالو راسو ويصايبو. هذه اول حاجه، فانا الموديل اللي اختاريت هذه المره من هاد السيت اختاريت هذا الموديل اللي كيجي هكا في بلو مارين، كيجي صراحه زوين وكيبان السيفي ديالك كيف قلت لكم بروفيسيونيل وكيبان مخدوم. وعاد زيد ان هكا في السيت كيبقاو يعطوك ديما لي موديل جداد في السيفي، يعني السيفي يعني ماشي يعطوك موديل قديم او لا، يعني ديما غتلقى الجديد يعني فين ما غتبغي تصايب غتبقى مساير مع الوقت، يعني ماشي انت باقي كتصايب سيفي بيض وكحال او لا باقي، وحتى فاش كتمشي ديبوزي السيفي ديالك يعني كيشوفوا السيفي ديالك كيفاش مخدوم وكيفاش كيبان بروفيسيونيل والتصويره في الجنب، يعني كيبان كيكون اتيغون و ديفيرون على لي سيفي كاملين اللي محطوطين، يعني باش انك تمشي تحطهم وكيبقى يبان لك هذا بيض وكحل وهذا بيض وهذا مطبع وهذا مكمش وهذا هادي وهذا اه كولور، ولكن غير التصويره اللي فيه كولور وهذا، وكيبان داك السيفي ديالك انت كيفاش محطوطه لا فوتو وكيفاش مكتوبين هذوك لي زانفورماسيون ديالك كيفاش مكتوبين لي دات ديال كل حاجه، امتى بديتي ستاج في هادي امتى ساليتي امتى بديتي الخدمه في هادي امتى ساليتي، كيبان راه كيكون عاطي العين وبين. هذا بالنسبه للسيفي. حاجه اخرى بالنسبه لدوموند ستاج ولا لتر دو موتيفاسيون بالنسبه لهاد السيت فيه حتى هو انك تصايب هذيك لا دوموند، غادي نخلي لكم الفيديو هنايا باش تشوفوا عاوتاني كيفاش كتصايب لا دوموند، ساهله حتى هي غير كتدخلوا ليها وكتبداو تعمروا عاوتاني لي زانفورماسيون ديالكم. هادي لي زانفورماسيون ما نقدرش نحددهم لكم حيت كل واحد كاين لي مثلا اد سوانيون كاين لي انفيريور بوليفالونت كاين لي اوكسيليير كاين لي دايره شي فورماسيون اخرى كاين لي بدافع لهاد البوست كاين لي غيدفع لهاد البوست كاين لي غيدفع لهاد كلينيك كاين لي غيدفع لهاد كابيني يعني لابوغاتوار هادي يعني اولا سنتر ديال لي مودياليز اولا، المهم بزاف يعني انت غتعمر داك المعلومات على حسب انت وشنو باغي، مي هما كيسهلوا عليكم راه كاتبين لكم في كل خانه اشنو غادي تكتبوا، يعني صافي ديك الساعه كتجي انت كتعمرها في الاخر كيعطوك لافيش بحال هكذا كتكون مكتوبه في هذيك لا لاتر كاتبين لكم المعلومات ديالكم، هذا كتجيو عاوتاني كتيليشارجيوها، وديك الساعه الا تيليشارجيتو السيفي وتيليشارجيتو الدوموند غديروها في الا كنتو في التليفون ديالكم راه كتيليشارجيوها كتبقى عندكم بي دي اف في التليفون ديالكم، ديك الساعه ديروها في جيمايل وسيروا امبريميوها من شي مكتبه، اولا غادي تكونوا من بيسي غادي تيليشارجيوها وديروها في كلي وتمشيو تامبريميوها، وكونوا متاكدين انه كيخرج لكم بواحد الكاليتي اللي زوينه بزاف، وديك الساعه غادي تمشيو تبداو تدفعوا لي سيفي ديالكم.
بالنسبه ليا ندير هذا السيت هذا اللي كان صايب منه انا السيفي ديالي، فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بحال هكا انكم غير تضغطوا على ليان ودخلوا نيشان للسيت، يعني ما شكونش انكم تقلبوا عليه او لانكم ما تعرفوش. وبالنسبه لصندوق الوصف السهم اللي كيكون هنا لتحت ديال لا فيديو كتكليكيو عليه وكيطلعوا لكم جميع المعلومات. تما كنخلي لكم ليان ديال الانستغرام ديالي، ديال تيك توك ديالي، كنخلي لكم اي معلومات انني باغا نبارطاجيها معكم، فغنخليه لكم تما كيف قلت لكم. غير تضغطوا عليه وغتدخلوا نيشان للسيت باش هكا تقدروا انكم تصايبوا السيفي ديالكم اولا الدوموند. بالنسبه اللي باغي دوموند ستاج، اللي مازال كيقرا، اللي مازال كيقرا مثلا نتايا دوزيام اني اولا تخوازيام اني وباغي تمشي دوز ستاج، هذا ليكول ديالك كتكون كتعطيك مثلا في لوبيتال، وانت ما باغيش تبقى داك دوزيام اني ولا تخوازيام اني دوز ستاج في لوبيتال، باغي تمشي تقلب في لي كلينيك وداكشي. بالنسبه للانستيتيوت اللي انا كنت كنقرا فيها، راه كانوا هما كيعطيونا الدوموند ملي كنا مازال كنقراو، كانوا هما كيعطيونا الدوموند. كنمشيو للاداره وكنقولوا لهم بلي بغينا دوموند ستاج، راه بغيت نمشي ندفع في الكلينيك فلان فلاني، كنعطيهم السميه ديال لا كلينيك كيكتبوها عندهم، وديك الساعه هما اللي كيصايبوا لنا دوموند ستاج، كيكتبوا فيها السميه ديال الكلينيك، كيكتبوا فيها لي زانفورماسيون ديالنا حنا، اش من فيليير، اش من عام، واش ديالكم، وكيكون فيها الكاشي ديال ليكول اللي كتقرا فيها، والفوق كيكون فيها السميه. انا غنخلي لكم واحد الموديل كتشوفوه ديالي في ديال 2014، كنت دفعت خديت دوموند من المدرسه اللي كنت كنقرا فيها باش ندفعها لواحد لا كلينيك، وبقاش عندي كوبي. انا من النوع اللي كيحافظ على اوراقي وعلى كتبته، راه عرفت راه امتى اين عام قريت وزعما، ودابا باقي عنده ديك نوت ستاج اللي كيكون فيها سميتك والسميه ديال صحابك اللي غيكونوا معك في السيرفيس ديالكم، داكشي كامل كنحافظ عليه. فبقيتش كنقلب في الوراق اللي عندي باش نعطيكم موديل، وغنخليكم غنخليه ليكم باش تشوفوه. هذا كنت خديته من ليكول اللي انا كنقرا فيها. نتوما كل واحد مازال كيقرا وباغي الدوموند ديال ستاج يمشي للاداره ويطلبوا منهم. انا ما عرفتش واش لي زيكول كاملين كيعطيوه ولا لا، ولكن انا ليكول اللي كنقرا فيها كانوا كيعطيوه لينا هما، هما كيتكلفوا كيصايبوه لينا. نتوما ما خاسرين والو، غتمشيو للاداره وغتقولوا لهم راه بغينا نديرو ستاج في كلينيك ندفعوه هذا وهذا، واش بالنسبه لدومون ستاج واش تصايبوها لينا نتوما، واش نتوما اللي كتعطيوها لينا وهذه وهذه. ديروا راسكم باغيين تسولوا هذا، الا كانوا كيصايبوها راه غيعطيوها لكم، ما كانوش كيصايبوها راه انا في الاخر ديال لا فيديو غنخلي لكم كيفاش تصايبوه. غنخلي لكم عندي واحد جوج ديال لي موديل قدامين ديال شحال هادي، لقيتهم حتى هما باقيين عندي، غادي نصورهم لكم وتشوفوهم الا بغيتو تاخذوا منهم فكره. وغادي نشوف الا 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 هذا الا كفاني الوقت، راه غادي نكتب واحد لا دوموند تكون جديده او هذا كاكزامبل، ما تشدوهاش وتهزوها هي وتمشيو تكتبوها وتمشيو تدفعوها، انا غنعطيها لكم كاكزامبل وانتم تبدلوا فيها على حسب داكشي نتوما اللي بغيتو. نخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو، اللي بغاها كي يكتب ياخذ منها هي يكتب بحالها. فهادي حاجه كما قلت لكم، ليكول كانت كتعطينا الدوموند اولا نتوما كتكتبوا، ديك الساعه تشوفوا على حسب. تقدروا ديروا سوا في هاد كما قلت لكم في هاد السيت، الا ما كنتوش يعني بغيتوه او هذا، تقدروا تكتبوها لراسكم اولا تقدروا تطلبوها من ليكول. انا اول حاجه كنصحكم بها هو تمشيو ليكول وطلبوها منهم وتشوفوا اش غيقولوا لكم. صايبوها لكم راه مزيان هناوكم، ما صايبوهاش لكم راه ديك الساعه اضطروا نتوما تصايبوها، غتختاروا اما تكتبوها راسكم واما ديروها في هذا السيت كيعطيوها لكم واجده، وكتعمر انت غير المعلومات ديالك وكتخلص عليها. كل واحد غيدير اللي غادي يسلكو، انا بغيت هكا نعطي لكل واحد يعني بزاف الافكار، وكل واحد غيدير داكشي اللي هو غادي اللي محتاج ليه واللي غادي يسلكو. بالنسبه اللي سالاو القرايه ديالهم، غادي عندكم جوج، سواء انكم غادي ديروا دوموند ستاج حيت كتكونوا محتاجين مازال اكسبيريونس، محتاجين دوزوا لي ستاج ديالكم وداكشي، غادي تدفعوا السي في ديالكم مع دوموند ستاج حيت انت باغي ستاج. بغيتي خدمه راه غتكتب لاتر دو موتيفاسيون على حسب نتوما شنو بغيتو. بالنسبه مثلا الدوموند ستاج اللي كيكونوا مازالين كيقراو وهما باغيين يكتبوا، راه في الدوموند راه كتكتب انك مثلا انت راك مثلا دوزيام اني اولا تخوازيام اني، سواء كتكتب ليكول اولا لانستيتيو كتكتب السميه ديالها، مهم كتكون هذه في المعلومات. حاجه اخرى كتكتب مثلا السيرفيس اللي انت باغي دوز فيه ستاج، مثلا الا كنتي انت باغي دوز في سيرفيس محدد كتكتب لهم داك السيرفيس. كنتي باغي تخليها اون جينيرال وهما وباغي انت غير دوز ستاج، وهما ديك الساعه الا كانوا محتاجين في اي سيرفيس في اي بوست يعيطوا لك باش دوز ستاج، غتخليها هكاك ما غتكتبش ما غتحددش لهم السيرفيس.
كتقدروا تكتبوا فيه ليكسبيريونس اللي نتوما عندكم. مثلا انكم دوزين 16 في سيرفيس فلان فلاني في كلينيك هذا، الا كنتو دوزتو ديجا في شي كلينيك، وتكتبوا المده اللي دوزتو، او تكتبوا مثلا في هذا في لوبيتال وهذا. هذه بالنسبه اللي مازال كيقرا، حيت ما غاديش يحط سي في. اش غيدير في هذا السي في؟ فهمتي؟ كيكون سي في خاوي او لا سي في مدير، كيدفع غير ديك لا دوموند، كيعطيو غير دوموند، كيدفع غير دوموند ستاج. يعني هي ديك دوموند كتكتب فيها دوك المعلومات كاملين، في شنو من لي سيرفيس مدوز، شنو عندك، شنو هذا، شنو هذا، من عام انت كتقرا دابا، اش من ايكول كتقرا، هادو هما المعلومات اللي كيكونوا فيها. بالنسبه اللي باغي اللي هو سالا القرايه ديالو وباغي يدفع ستاج، راه كيحط السي في ديالو كيكون عامر، ديجا كتكون قريتي عام ولا 3 سنين راه عامر بلا ستاج. دونك كتحط هذاك الشيء كتكتبو، كتدفع هذاك الدوموند معاك بلا ما تحتاج انك تبقى تكتب بزاف الدوموند، انني دوزت ستاج هنا وهنا والسيرفيس هنا، راه داك الشيء راه معاه السيرفر راه كيكمل. ديجا كتكتب في لا دوموند انك راك غادي، راه ديك راه مع الدوموند راه كاين السي في ديالك، وراه راه هو اللي فيه معلومات بالتفصيل. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، هادو هما المعلومات اللي بغيت نبارطاجي معاكم باش هكا حتى نتوما تستافدوا. واي حاجه انا كنديرها وكنحس براسي انني كنستافد منها وغيستافدوا منها ناس اخرين، راه ما غاديش زعما نبخل عليكم ولا ما نبارطاجيش معكم، بالعكس اي حاجه. وكنشوف لي كومونتير ديالكم، كنحاول نجاوب على لي ميساج ديالكم، ولكن راه كنشوفهم وكل حاجه كنوطيها عندي في لاجوندا، وحاطه المواضيع وبزاف الحوايج اللي كطلبوا مني، بزاف التساؤلات. غير كاينين شي حوايج اللي انا ما كنجيش ونبغي نبدا نشاركهم معكم، وانا ما متاكدش من المعلومه، كنقول خلي بلاتي حتى نتاكد من المعلومه ونهضر في هذاك الموضوع. وبالنسبه للحوايج اللي انا عارفاهم وكنكون هذا، راه اكيد كنشاركهم معكم وكنبارطاجيهم معكم باش هكا حتى نتوما تستافدوا. وكنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم، وكنتمنى انكم تستافدوا منها. وما تنساوش عجبتكم لا فيديو تخليوا لي لايك ديالكم اللي كيحفزوني، ولي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيشجعوني. وما تنساوش انكم اللي كنتو جداد في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وما تنساوش انكم بارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم باش هكا حتى هما يستافدوا. وما طولش عليكم فيديو بحال اكثر من هكذا، نلقاو فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم، باي باي.